من الشهيد العريف محمد سعيد إلى الشهيد النقيب محمود ناجي، برضو نفس يعني الحالة من التفاصيل، إنه والده بيوصف فرحة الشهيد لما جاله خبر إنه دخل الكلية الحربية، وإزاي قال له أخيرا أنا كده هعمل حاجة يعني جد، هعمل حاجة نافعة. ما بين هذه اللحظة اللي بتختصر سعادة الدنيا إنه الابن بيحقق يعني بداية حلمه، إلى اللحظة اللي بيسمع فيها خبر استشهاد هذا الشاب البطل الشهيد النقيب محمود ناجي. محمود من طفولته هو إنسان خلوق جدا، بيحب كل الناس من صغره هو راجل، ومن أول ما ولدته وأنا شايفاه بدلة الجيش. هو لما اتقابل في كل حربية قعد يفرح ويتنطط ويقول أخيرا يا بابا هعمل حاجة، أخيرا هعرف أعمل حاجة إن شاء الله. عسكريا منضبط، وفنيا كان جاهز لتنفيذ أي مهمة في أي وقت. لما جه قال لي يا بابا أنا هشارك في العملية الشاملة، حضنته، كنت حاسة مش خلاص ده آخر حضن له. قال لي يا ماما وانا ضابط جيش انت فخوره بيا، وانا برضو اما نقول الشهاده انت هتبقي فخوره بيا. قلت له بص يا حبيبي ولكل اجل كتاب. بيقول لي يا ماما ما تخافيش، دول فران ما عندهمش عقيده يا ماما، دول مرتزقه، احنا اقوياء، اقوياء بربنا واقوياء بالجيش، ما تقلقيش عليا. يمكن الكلمه دي اللي كانت بتريحني شويه، بس انا كان عندي يقين لان جاني في المنام انه محمود هيستشهد. وقبل ما يستشهد بيوم، يا ماما انا جبت لك هديه عيد الام وسايبها لك في الكتيبة عشان دي آخر هدية عيد أم. قلت له ما تقولش كده يا محمود، كان على يقين إنه هو هيستشهد. اشترك ضمن القوات في تنفيذ أحد العمليات النوعية على أحد البؤر الإرهابية، وأثناء تبادل إطلاق النيران مع الإرهابيين تم قتل 3 من الإرهابيين وإصابة آخر واستشهاد البطل في نهاية العملية. وزي مشهد جنازته كان مشهد فرح، أنا فخورة بيه جدا، ولو كان عندي 10 عيال كنت هدخلهم الجيش المصري. أنا راضية بقضاء ربنا، حسابه عند الله شهيد. أنا عمري ما هفرح له في حياته قد المكان اللي هو فيها دلوقتي، ذرة الرمل بندوس عليها بأغلى من أي حاجة.